خلينا نروح للاسباني رامون تريبولي مدرب اوكلاند النيوزيلندي السابق. الحقيقه بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه حابين نعرف رايك في قرار انسحاب اوكلاند سيتي من المشاركه في كاس العالم للانديه، وهل ترى ان بطل تاهيتي هو الممثل الافضل لقاره اوقيانوسيا في هذه البطوله ولا لا؟ Well, it's not a decision of Auckland City. مرحبا بكم. هذا ليس قرارا خاصا بأوكلاند. هذا قرار عارض، وكان أوكلاند مضطرا أن ينسحب. هذا كان قرارا استثنائيا. أعتقد أن الفريق كان يجب عليه العودة لنيوزيلندا بسبب الحجر الصحي الذي كان هناك، فكان هذا الأمر خاص بالأوضاع الصحية في البلاد. أعتقد أن الأمر في البداية كان استجابة للإجراءات الاحترازية، فأعتقد أن الأمر لم يكن بأيدي القائمين على الأمر في نادي أوكلاند. طيب، رأيك في بطل تاهيتي، وهل هو الممثل الأفضل لقارة أوقيانوسيا؟ حسنا، ربما لا أعتقد ذلك. هو ليس بطل القارة، وأعتقد أنه ليس الممثل الأوفر حظوظا في هذه البطولة. أعتقد أن أوكلاند هو كان الأفضل بطل القارة لآخر موسمين، فأعتقد أني لست متابعا جيدا للدوري التاهيتي، ولكن ولا أستطيع أن أقلل من قدر الأندية التاهيتية، ولكن لنعترف أن الأمر صعب، وأعتقد أن الفريق ليس مستعدا بدرجة كافية ليحظى، وأعتقد أن التصفيات التي خاضها هذا الفريق لا تؤهل. ولكن كما أقول النادي التاهيتي الآن هو المؤهل للقارة، وأعتقد أني أتمنى له الحظ الأوفر. مستر رامون، كنت المدرب السابق لأوكلاند في 2006 في كأس العالم للأندية في اليابان، اللي فاز فيها النادي الأهلي على أوكلاند 2-0 في مباراة الافتتاح. رأيك في الجيل السابق للنادي الأهلي، وخاصة أن الجيل ده حقق المركز الثالث في هذه البطولة؟ حسنا، أنا لا أعتقد أني أتذكر جيدا، ولكن الأهلي كان لديه فريق جيدا. الأهلي، أنا أتذكر أبو تريكا، أعتقد أنه كان أفضل لاعب في هذا الفريق، وكان أفضل لاعب في الكرة المصرية في هذا الوقت حينذاك. وأعتقد أن الفريق كان لديه لاعبين جيدين. كان لديكم مهاجم أفريقي مميز، لا أستطيع أن أتذكر اسمه. فلافيو أحرز. نعم، وأعتقد أن الفريق أظهر مستوى جيدا، وأظهر أن لديكم فريقا جيدا يستطيع أن ينافس على كأس العالم. طب مش فاكر الباك رايت اللي كان بيلعب ساعتها؟ أنا الباك رايت على فكرة، أنا بهزر طبعا. طيب أنا أعتذر، أنا بهزر، أعتقد أعتذر لك عشان ما أحرزش هدف، بس الباك رايت. أعتذر منكم. لكنت سعيدا اذا تذكرت، انا اتاسف. لا، انا بهزر على فكره، ده طبعا الباكات رايت حظهم دايما بيبقى وحش. لكن هل انت متابع للجيل الحالي من النادي الاهلي، ولا انت غير متابع لكره القدم المصريه؟ حسنا، انا اتابع المنتخب المصري، ولكني لست متابعا للكرة المصرية، ولكن أتابع الأهلي في دور الأبطال حاليا. الأهلي يؤدي بمستويات جيدة، ولكني لا أشاهد الأندية المصرية بحرص. لا أعتقد أني أعرف الكثير من اللاعبين المصريين، ولكن أنا لعبت ضد بعض اللاعبين المصريين حينما كنت في الرجاء،
واعتقد ان النادي الاهلي يمتاز بتواجد الكثير من اللاعبين المميزين، ولكن اذا نظرت الى واقع الامر ستجد ان انديه شمال افريقيا انديه مميزه بالفعل، وليس الاهلي فقط، بسبب طبيعه المنافسات والمسابقات المتواجده هناك. فاعتقد ان الفنيات تكون في اعلى مستوى في شمال افريقيا وليس في أندية محددة. فأعتقد أن النادي الأهلي واحد من هذه الأندية المميزة بالفعل، والأندية التي تبعث المتعة حينما تشاهد أداءه. مستر رامون، من وجهة نظرك كنت قبل كده كنت مدرب في هذه البطولة، من الأقرب للفوز بهذه البطولة؟ عندنا شفنا بطل أوروبا تشيلسي، النادي الأهلي ممثل لقارة أفريقيا، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، بعض من الأندية. من وجهة نظرك من الأقرب للفوز بهذه البطولة الكبيرة؟ حسنا، عموما أي أحد سيقول تشيلسي. يعني تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، هو لديه اليد العليا للفوز بالبطولة. ولكن إذا بدأت المباريات لا تعرف، ربما يكون مونتيري المكسيكي، ربما يكون مونتيري لديه لاعبين مهاريين جدا، فريق خطير بالفعل. ولكن مبدئيا يجب أن تفكر في تشيلسي كخيار أول ليفوز بالبطولة. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا مستر رامون تريبولي، مدرب أوكلاند النيوزيلندي السابق، شكرا جزيلا على تواجدك على شاشة قناة الأهلي.